السلام عليكم. اليوم فكرت بانني ندير واحد الخلطه لطائر الحداد. طائر الحداد مفروض علينا حنا مولوعين من الفراخ، نتهلاو فيهم نتهلاو فيهم، نفكروا في تقديم احسن اغذيه اللي تخليهم ديما بصحه جيده باش نتصنتوا لهم كيف ما كتسمعوا دابا. و يعني خصنا نوفروا لهم الوسائل اللي يخليهم ديما في صحه جيده ونستمتعوا بهم وما نضيعوهمش من حقهم اللي هو نورمالمون حنا ضيعناه من حقهم اللي هما خصهم يكونوا في الطبيعه وخصهم يكونوا في واحد الفضاء ديالهم. حبسناهم، ولكن الا حبسناهم خصنا نتهلاو فيهم ونعوضهم ولو بقليل بالتغذيه الجيده والسليمه. داكشي علاش اليوم مشيت خديت واحد شويه ديال 5 دراهم كركاع، هما كما كتشوفوا تبارك الله راه فيها 5 الحبات الخير والبركه. 5 دراهم ماكاينش اللي غيشري حداد وغيربيه، ولا اللي غيشري فراخ ماكاينش ما تكونش عنده 5 دراهم في جيبو ويشريها كركاع. ماكاين باس، يقدر يضرب منها حتى هو شي حبه ياكلها فهمتي، ويعطي داكشي الاخر للفريخ. 5 دراهم ديال اللوز ها هي خير البركة تبارك الله، ياكل منه هو وياكل الفريخ. كاوكاو خديت 10 دراهم، شوية المرمرة نعطي حاجة، بالإضافة إلى السيكالين ديالهم، السيكالين الحداد. لا شوية مو قدرت حل الميكرة بيد وحدة. السيكالين الحداد راه معروف، رقيق مطحون الزريعة، وفيها باس نزيدهم شويه الباطي، باطي البيضاء راه معروفه في السوق، باطي البيضاء كتكون باطي بيان بريباري وكتكون فيها دي فيتامين اكسيتيرا. وهاد شويه العلف ديال الدجاج، شويه سيكاليم ديال الدجاج، نطحن هادشي كامل بيان سور في الطحانه، علف ديال الدجاج العادي العادي كان عندي شريط ما حتى هو ما نضيع، وشويه زنجلان. الزنجلان كيخلي العجينه تخرج شويه معجنه. بغينا نضيفو على حسب كل واحد شنو عنده في المكونات اللي عنده. بغينا نضيفو كاع الباطي الصفراء، نضيفوها حتى هي باش تحافظ لي مع اللون الصفر ديالهم. باطي الصفراء حتى هي الجله، وهكا غادي نبداو نطحنو على بركة الله. نتوما شوفو هنايا خلطت السيكاليم اللي قلت لكم في الاول اللي وريتكم مطحون، وخلطت معاه العلف السيكاليم الاخر اللي محبب، غير باش نخلطهم ماشي نطحنهم يولي غبره، ولكن غير باش نخلط المكونات مع بعضياتهم. هي ضريبه خفيف هكا كيتخلطوا بجوج. غادي نزيد شويه ديال الباطي الصفراء، شويه الباطي الصفراء، ونزيد السيكاليم عاوتاني مطحون، يعني غير باش نخلط نمزج بين السيكاليم والباطي، غير المزج ماشي طحنهم تيولي غبره، غير نزج بيناتهم. زائد هاد الباطي البيضاء كتكون تخيطي فيها دي فيتامين، هادي مهمة. الصفرا فيها ملون، هادي كتكون فيها دي فيتامين، يستاهلو الفراخ نتهلاو فيهم بحال هكا. علاش لا، إلا كنبغيو نتمتعو بالأصوات ديالهم نتمتعو بالمنظر ديالهم وحرمناهم من الحرية ديالهم خصنا نتهلاو فيهم بالماكلة، هذا أضعف الإيمان. نفس الطريقة الثانية هو نمزج بين المكونات ثلاثة، صافي كيعطيونا هاد الخليط بحال هكا. ألور دابا هدا خليط ديال هذا، خليط ديال اللوز والكركاع والزريعة البيضاء والزريعة الكحلة، نوار الشمس
هذا الخليط ديال اللوز والقرقاع ونور الشمس وزنجلان وكاوكاو، حتى كاوكاو تا دخلته هنايا. هنا نزيد واحد الحفنه اخرى عاوتاني، وناخذ حفنه من داك لي باطي والسيكاليم وداك الشيء ونخلطوها مع هذا حتى هو، حيت هو هادشي كلشي غياكلو، كلشي غياكلو. عوض نديرو معلفه فيها باطي اولا فيها اللوز ولا الكاوكاو ولا هذا، ومعلفه اخرى فيها السيكاليم، واغلبيه غيضرب هذيك اللي فيها اللوز والكاوكاو، غادي يخلي ديال السيكاليم وغيتسناك ترجع تعطيه الكاوكاو عاوتاني، وما غيستهلكش هذيك ديال السيكاليم، يقدر يضيع، يقدر يبقى بالجوع، يقدر يقدر فهمتي يضيع في صحته، يعني الا ضاع في صحته ما غتبقى تسمع حتى حاجه منه، ما يبقاش غادي يولي جالس او يقدر يموت. شندير ليه انا هو غيخلط كلشي في كرشو، اللهم نخلطهم ليه، بقى وحده نعطيهم ليه في المعلفه ديالهم، مخلطين السيكاليم الكاوكاو القرقع اللوز زنجلان الزريعه باطي الصفراء والبيضاء كلشي غنخلطهم ليه، ونعطيه جوج معلفات ديالو ياكلهم، غياكل كلشي، غياكل يعني هاد الماكله كلها غياكلها، ما غاديش يعزل هادي بوحدها ياكلها وهادي ما ياكلهاش، بقيت تسناك تعطيه. دونك درت ليه خليط شامل متكامل، وهكا غيكون استافد من الفيتامينات ديال المكسرات اللي عطيناه، زائد العلف ديال الدجاج اللي هو معروف في السوق، وهكا غنكونوا تهلينا في الفريخ ديالنا، نديو معاهم واحتسبوا الله يعطينا فيهم، يعني نديو معاهم هذا الاجر هذا صراحه، اي حاجه درتيها فيهم راه فيها اجر. مولوعين بالفراخ، ما نقدروش نبقاو بلا فراخ، ما انتي ما عندنا ما نديرو، يعني كون كنا عايشين في مكان اللي دايرين بينا هاد الفريخات هادو كاع ما غنحبسوهم، غادي غير نطلعلو الشرجم ديالنا، نعطيهم الماكله على برا الشرجم حالة شي نيت، ونخليهم نشوفو فيهم طبيعي في الطبيعه هكا كيجيو كياكلو من الشرجم ديالك ويمشيو، ولكن حنا ما كنتوفروش على هادشي، ما عندنا ما عندناش خيار اخر من غير اننا نشريهم ونديرهم في القفز حيت كيطيرو، ولكن خاصنا نديروهم باش نبقاو نستمتعوا بهم وصافي، ولكن شرط انك تهلا فيهم، باش تشري حداد من السوق تعطي غير السيكاليم، راه ماشي هو الدجاجه غتاكلها ولا شي حاجه، انت راه شاريه باش تصنت ليه، دونك حبستيه تهلا فيه. هذا اللي بغيت نوصل، الميساج اللي بغيت نوصل للناس اللي كيصيدوا دابا الجذوره الكبار في هذه الوقيته ديال التزاوج، اللي كيصيدوا هادو دابا الله يهديهم، تفرقوا من هادو شويه، خليهم خليهم يتكاثروا طبيعي في الطبيعه، شريوهم صغيورين، شريوهم صغيورين، كبروهم عندكم، ربيهم، قدرتوا ديروا الانتاج تبارك الله، ما قدرتوش المهم شري فريخ صغير ربيه عندك حتى يكبر تهلا فيه بالفيتامينات والماكله ونقي ليه القفز ديالو ونقي ليه الماء ديالو، دير جميع الوسائل اللي غتخلي ديك الفرخ في صحه جيده، بحال غتهلا في راسك، مرض دير ليه الدواء، يعني تهلا في راسك نتايا، يعني دير راسك بلاصه داك الفريخ، راه بحالنا بحالهم، امم امثالنا. هادشي اللي بغيت، الميساج اللي بغيت نوصل للمولوعين، والله يقدرنا اننا نتهلاو في هاد المخلوقات، في هاد الكائنات هادو اللي صراحه كائنات جميله جدا، جميله جدا، يعني ما نقدرش نقول لكم، كائنات سميه ما شاء الله، صافي ما شاء الله. اخواني اخواتي والمولوعين، كنشكركم بزاف على حسن التتبع ديالكم، دعمونا في هذه القناه هذه، مره نلوحوا لكم شي حاجه جديده، شاركوا معنا في القناه، وشكرا جزيلا، جمعه مباركه.